عندي سؤالين عايز اشوف انتوا عارفينهم ولا لا. السؤال الاول بيقول، والناس بتسالهم يعني، ليه الكنيسه القبطيه بتاعتنا ما بتستخدمش الموسيقى في القداس؟ يعني احنا عندنا حاجه اسمها صلاه ليتورجيه. ليتورجيه معناها الكنيسه كلها بتجتمع، جايه من كلمه ليتو يعني تجميع، وارج يعني طاقه، فالطاقه بتتجمع وبنشتغل كلنا مع بعض، اسمها ليتورجيه. ليتورجيه يعني صلاه مكتوبه منظمه، مش كل واحد بيقول براحته. فالاجتماع الصلاة ده اسمه صلاة ارتجالية، كل واحد بيصلي براحته، بس احنا بنحب نسيبها سكوت، لان كنيستنا ما بتملش ان كل واحد يصلي ويقعد يتكلم والباقي كله سامعينه. فعشان كده انا بعمل اجتماع الصلاة كل واحد بيصلي وحده يعني من غير صوت. الصلاة الليتورجية بقى اللي مكتوبة، ليه ما بنستعملش موسيقى فيها؟ حد عارف؟ ها؟ اه؟ انتوا عارفين الدف والترينتو مش موسيقى، عارفين الدف والترينتو ده ضبط الايقاع، اللي هو ايه، نظبط الايقاع تن 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 تن، فبيظبط الإيقاع. لكن مش موسيقى. الكنيسه بتاعتنا بتقول الموسيقى اللي نعزفها ربنا تطلع من هنا، عشان كده تلاقوا الالحان فكان الموسيقى الحناجر هي اللي بتعزف، ودي جميله قوي. بنقف قدام ربنا نديله بالموسيقى الجميله دي، واحنا صوتنا اللي بيعمل الموسيقى. وكنيستنا القبطيه كنيسه هاديه، تحب في صلواتها تبقى هاديه، برغم كده الروحانيه بتاعتها عاليه جدا، لان الصوت ده طالع من 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 جوانا. طب الحاجه الثانيه، ليه في كل الالحان تحس انهم ربعين، يقول ربع والتاني يرد عليه؟ دي احنا الفناها يعني. واحد يقول لك ايه اللي عمالين تقولوه ده، ما تقولوا مع بعض خلاص. ايه لازمه مجموعه هنا تقف كده ومجموعه تقف هنا؟ ايه ده، جبناها منين دي؟ حد يعرف؟ سناء ليها 10 دولار من امبارح ورامي ليه 5. انت ليكي 10 يا سناء، عايز 10 تاني؟ انت شكلك هتفلسيني يا سناء. قول ها 30. انت عايزه 30 و60 و100، ده انت هتاخدي كل الفلوس، مش 30 و60 و100. طب مين يقول لي ليه مجموعتين؟ جبناها منين من الكتاب المقدس دي؟ ها ايوه سناء، بس مش في الرؤيه. في ايه؟ انت قلتي هذا نادى احدهم الاخر، بس مش في الرؤيه، في اشعياء. برافو عليك، يبقى السنة هتاخد 10 كمان. انت هتغتني انت وماما النهارده، هتروحوا بقى تاكلوا، بس اوعي تروحي تاكلي ستيك، تاكلي تاكو بيل، بس مش دعايه لتاكو بيل يعني، بس هقول الاشعياء 6 صح 6 بيشرح الحكايه دي. ستنا ماشيه زيه بالظبط اللي في السماء. بيقول ايه؟ في سنه وفات عزيا الملك رأيت، ده أشعياء بيقول، رأيت السيد جالسا على كرسي عالي، يعني قاعد على كرسي عالي قوي، وأزياله، أزياله يعني اللبس بتاعه، يملأ الهيكل. الهيكل ده كان كبير جدا، فكون يشوف ربنا وأزياله تملأ الهيكل حاجة ضخمة قوي. السرافيم، مين السرافيم دول؟ السرافيم والشاروبيم اللي شايلين العرش الإلهي. يقول والسرافيم واقفون فوقه، يعني ايه فوقه؟ مش هو تحت وهم فوق، لا قصده ان هم حواليه يعني من ناحيه فوق. لكل واحد 6 اجنحه، باتنين يغطي وجهه. طب بيغطي وجهه ليه؟ مش قادر يشوف نور المسيح على العرش. وباتنين بيغطي رجليه، علامه الاحترام والوقار. وباتنين يطير، يعني لما ربنا بيبعته حته بيطير بالاتنين دول. بصوا بقى العباره الجايه، العدد 3 بيقول ايه؟ وهذا نادى ذاك، يبقى هذا ادي فريق السرافيم، نادى ذاك الشاروبيم، هذا نادى ذاك قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الارض، مجده في الارض كلها. اسمعوا العباره الجايه دي، فاهتزت اساسات العتب، الهيكل كله اتهز من كتر قوه الصوت، من صوت الصارخ. يعني هم كانوا بيصرخوا وكانوا بيقولوا في فريقين، ده اللي احنا بنعمله في الكنيسة، خدناه منهم. بصوا جاية دي، وامتلأ البيت دخانا. طب الدخان ده جاي منين؟ هم ولعوا في حد؟ في حاجة؟ لا، ده البخور. طيب مين الشاطر يقول لي بنشوفها امتى بالظبط في القداس دي؟ دي سهلة، دي ب5 دولار بس. ها؟ مش عايزين تاخدوا فلوس؟ بنشوفها امتى في القداس؟
بنشوف فيه هز وبنشوف فيه بخور طالع وبنشوف فيه اتنين بينادوا وبنشوف الكلام ده بيتقال أجيوس. أنا قلتها لكم أهو في أجيوس صح؟ مش لما بيقولوا أجيوس أوسيوس مش بينادوا ربعين؟ دي أجيوس دي يعني إيه؟ قدوس صح؟ وده بينادي ده وبيقولوها بإيه؟ بصراخ. وأبونا بيبقى واقف فين؟ قدام الهيكل ماسك الإيه؟ الشرية والبخور إيه؟ طالع وامتلأ البيت دخانا. أدي البخور. كل حركة وكل حاجة ليها معنى. أنت لما تشوف المنظر ده أو اللي دارس بقى ده أشعياء ستة على طول. ده أشعياء ستة أهو. في بخور وفي شاروبيم وسرافيم، في ملائكة في تسبيح. لما نيجي نقول نلغي الملائكة ونلغي البخور ونلغي التسبيح يبقى ما بقاش كنيسة بقى. أهو فين أدي الهيكل أهو. هتروح فين في أشعياء؟ طب سفر الرؤيا فيه بخور ولا ما فيهوش؟ ها؟ ها؟ في 24 قسيس شايلين مجامر وفيها بخور يقول لك الذي هو صلوات القديسين، الصلاة بتصعد لفوق زي البخور ما بيصعد لفوق. يبقى لما بيبقى فيه بخور في العهد القديم كله وفي بخور في سفر الرؤيا أدي الأبدية، يبقى العهد الجديد ليه بقى نقطع البخور؟ فهمتوا الفكرة؟ يبقى فيه بخور موجود. يبقى اتهام ان الكنيسة بنعبد اوثان لما بنبخر ده الكلام ده غلط. نقول له انت مش فاهم حاجة في الكتاب المقدس، ارجع للكتاب واقراه. ليه بنصلي بالابتي والالحان الابتي طويلة؟ بص احنا مش بنقول كله كامل بالابتي الى نسبة كبيرة قوي دلوقتي، يعني اغلب القداس بتاع الانجليزي حتة ابتي بنقولها صغيرة قوي قوي بمجمع ولا حاجة علشان نخلي الناس ايه، بس في بعض ألحان ما نعرفش يعني هي تركبت تركيبها جيب القبطي ما نعرفش نعملها بالإنجليزي. يعني مثلا كيشوري المجمرة ذهب اهو بنقولها من ايه حطها إنجليزي لها ركبة، مش السجع مش محطوط يعني. عارفين السجع؟ عارف لما تقول شعر ما ينفعش تعمل الشعر اللغة تانية وتخليه برضو ينتهي بنفس المعاني بالظبط تحفظ عليه. فإلى حد ما الألحان والحاجات دي بنحفظ مش قادرين نغيرها لأن لو شلناها هيتهز جزء كبير قوي من الكنيسة. لكن في نفس الوقت بقية الصلوات والخدمات والعظات نشكر ربنا كوبتك ريدر اللي انتوا شفتوه ده بقى فيه ايه؟ بقى فيه ايه؟ القرايات موجود عندك بالإنجليزي وعندك بالقبطي وعندك بالعربي، بس صلي زي ما انت عايز كله موجود وصلي زي ما انت عايز واستفيد بربنا. كمان احنا بنعمل اجتماعات صلاة عشان نعلم الانسان اللي ملوش او ما ابتداش قوي في القبطي وما دخلش قوي بس القداس يقدر يصلي، نقول له طب تعالى احضر اجتماع الصلاة. بس اجتماع الصلاة عندنا نقطة ايه بنلتزم فيه، ان احنا ما فيش حد اسمها كل واحد يصلي وحده والباقي كله يسمعه، لألا واحد يستأثر ويقول كلام تبقى محرجة للناس او حد. فبنقول لا احنا بنصلي، انا عاملها كده من زمان خالص، نصلي مع بعض كلنا كل واحد يصلي ربنا ويكلم ربنا. عايز اكلمكم على الصلاة دلوقتي قبل ما نبتدي اجتماع الصلاة. احنا النهاردة لينا طقس خاص، النهاردة في طقس خاص في النهضة كلها غير العظة يوم الثلاث ويوم الحد. الحد بنصلي التسبيحة وبعدين بنعمل العشية، بس عشية بقى بتبقى فيها ألحان وجميلة خالص، بنخلص الساعة ايه 7:30 مش 8:30 عشان الناس بتبقى يوم طويل عليه. يوم الثلاث بنصلي زي ما شفتوا بناخد الألحان والتأمل وبعد كده بنصلي اجتماع الصلاة، نتعلم ازاي نصلي مع بعض. عشان تتعلم ازاي تصلي عايز اقولك الصلاة خمس اجزاء. الجزء الاول في الصلاة ان انت تسبح الله، تسبح الله يعني يا سلام يا رب على جمالك على عظمتك. الجزء الثاني ان انت تقدم توبة يا رب سامحني، وكمان الجزء الثالث بتقدم شكر. هي بالترتيب التسبيح الشكر التوبة، عشان تتقدم لربنا تسبيح الاول وبعدين شكر وبعدين توبة. طب صلاة الإجبية محطوطة كده؟ ايوة صلاة الشكر فلنشكر صانع الخيرات وبعدين ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ادي صلاة التوبة مش كده؟ يبقى التسبيح وبعدين ايه؟ ها؟ شكر وبعدين توبة. طب بعد لما تصلي وتسبح ربنا وتشكره وتتوب هتعمل ايه؟ عايز ايه؟ انت جاي عايز ايه؟ قول عايز ايه؟ هقول يا رب انا بطلب بس حاجة روحية ليا وحاجة ومع على الماشي كده يعني ساعدني في كذا وساعدني في كذا وساعدني في كذا. طيب خلاص هتخرج؟ يقول لا يا رب ما انساش اخواتي محتاجين ايه؟ اصلي لهم فلان يا رب وفلان والعيانين والمرضى. تلاقوا الكنيسة بتصلي من اجل كل الفئات دي، دي اسمها الصلاة لاجل الاخرين. يبقى خمس حاجات في الصلاة، اول جزء ها تسبيح، تاني حاجة شكر، تالت حاجة توبة، رابع حاجة الصلاة طلبة نسميها ريكويست،
وبعدين ايه الانترسيشن، الصلاة من اجل الاخرين. فلما نيجي نقول في الصلاة ترنيمة، احنا هدفنا نحرك فيك حاجة من الخمسة دول. ممكن الترنيمة تحرك واحد للشكر، وانما تحرك واحد تاني للتوبة. ممكن الترنيمة تحرك واحد تاني انه يبص على حياته من منظور تاني. ففايدة الصلاة اللي هنصليها مع الترنيم ان مش بنشغل وقت، بالعكس احنا بنصلي ونطلب روح ربنا يقودنا في الصلاة، يقودنا في الترنيم. وانت بقى تفاعل مع روح الله وتكلم بقى في الصلاة. مش عايز حد يقعد، عشان ما الصلاة مش متحولة، مش ترانيم. احنا مش قاعدين بنقول ترانيم، احنا بنتضرع امام الله. وكل ما كلنا نقف بنسكب نفسنا قدام ربنا، ربنا يدينا من روحه ويملانا كلنا. تمام؟ طيب هنجرب ده في الصلاة النهاردة، ونشوف الفيدباك بتاعكم للي اول مرة يحضر معنا الصلاة.